أخبار المهرية باختصار. مقذوف حوثي يودي بحياة 3 أطفال في مديرية الزاهر جنوبية محافظة البيضاء. المقذوف انفجر أثناء رعي الأطفال للأغنام وهو ضمن كميات كبيرة من مخلفات الحرب في المنطقة. محافظ سقطرى رمزي محروس يوجه بحصر الاعتداءات على الأراضي وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات القضائية. التوجيه يأتي بعد إقدام متنفذين تابعين لميليشيا الانتقال على البناء العشوائي ونهب أراض عامة. أفران ومخابز عدن تغلق أبوابها احتجاجا على تحديد مكتب الصناعة والتجارة سعر رغيف الخبز. قرار المكتب حدد بيع الكيلو ب 640 ريالا بعد أن ارتفع سعر قرص الروتي إلى 40 ريالا. تقرير صحفي إنجليزي يكشف عن صفقة تبادل وشيكة بين برشلونة ومانشستر سيتي هذا الصيف. الصفقة ستشمل نقل الثنائي برناندو سيلفا وجواو كانسيلو إلى برشلونة مقابل انضمام الثنائي سيرجيو روبرتو وعثمان ديمبلي إلى مانشستر سيتي. إعدادات جديدة لموقع تويتر يتيح للمغردين اختيار اللغة العربية المؤنثة كلغة للتخاطب على المنصة، وبحسب مسؤولي الموقع أصبح ممكنا لأي امرأة تسجيل الدخول وضبط الإعدادات لاختيار العربية المؤنثة للغة العرض. إلى اللقاء باختصار آخر.